السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكل المتتبعين الكرام، تحية لكل المتتبعين قناة شوف تي في. إخواني، ارتأينا اليوم أننا باش ندوزو ونسافروا مع كل المتتبعين الكرام في اتجاه كهف النسور. كهف النسور، ربما الأغلبية ديال الأخوة المتتبعين ربما سيستغربون أين تقع كهف النسور. تحية لكم إخواني، كل واحدة بعد يكسب لنا. إذن بيننا وبين كهف النسور 34 كيلومتر. إذن تحية لكل المتتبعين الكرام، ألف تحيات، وحشناكم أسيدي. نشوفوا أول متتبع من أي مدينة راه مكونيكتي معنا. طريق سلامة خويا اختي سهام، تبارك الله على اختي سهام. سهام تحية لك من أشمن مدينة، راك مكونيكتي معنا الأخت سهام. أجواء رائعة، وتحية للناس ديال الرباط وسيمو أحوزارد، ودائما كالمعتاد على القرص. وتحمان من بين المتتبعين الكرام، من بين المعجبين ديال هاد البرامج، فبونجور خويا. إذن نخليو الموضوع سير على الله. جواد، الله يحفظك خويا جواد. وجو زوين ولكن راه سخون بيني وبينكم، أجواء رائعة. اي منطقه؟ اذا نشوفوا اخوان هاد كهف النسور فين جات. يلا نشوفوا شكون هما محبي الطريق كهف النسور. كهف النسور هي قريه تتواجد، ما نعطيوش دابا فين تتواجد ياك. اذا كهف النسور، حنا في الطريق ان شاء الله. كهف النسور سبق القناه شوف تي في ان قامت بتغطيه أو عدة تغطيات عفوا هنا بهذه القرية كهف النسور. إذا غادي نشوفوا شكون معنا في أول متتبع. غادي يقول لي أخويا حميد كلنا بجعت سيدي حماد فادا كملا. محمد قسطال، محمد قسطال غادي نوقف بجعت، غادي نوقف سي محمد، غادي نوقف بجعت، غادي نكون في القهوة الأولى. ما نعرف واحد القهوة تما واش الرايس ولا ما نعرف ولا تيقص فيها الرايس ولا واحد النهار تما قالوا لي هذه راه تاع شي واحد في المجلس البلدي الله أعلم. طريق ميد ميد أتش لا سيمو أحوزار، ما تنقلش. لطيفة أختي، تبارك الله على أختي، شكرا لالا لطيفة. تحية حتى أنا من نواحي كهف النسور. طريق على قد الحال، طريق خنيف راه ميت اش من بلاصه بالضبط. يلا سربيق ما يدخلوا ولاد ولاد ولاد.